أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة الأذان في أذن المولود؟ طبعا الأذان في أذن المولود ورد في حديث، وهذا الحديث مختلف في إسناده، ومن أهل العلم من ضعفه، ولذلك الذين ضعفوا هذا الحديث قالوا ليس هناك سنة في سنة التأذين، في ليس هناك سنة وهي الأذان في أذن المولود. وأما من حسن إسناد الحديث وجوده كأبي عبد الله شمس الدين القيم، سماحة شيخ ابن باز وجمع من مشايخنا، قالوا بأن الحديث جيد الإسناد، فقالوا بسنية ذلك، قالوا بسنية ذلك واستحبابه. فالمسألة فيها خلاف بناء على صحة الحديث وضعفه.